اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حابب ان هي تكون فيها بساطه، سهوله، مرونه. تخش المطبخ انت مش عارفه تعملي ايه، لا بالعكس لازم يكون عندك قواعد للمطبخ واسس للمطبخ وعارفه انك هتعملي ايه. قيمته الغذائيه العاليه جدا بتناسب كل افراد الاسره، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. معانا جوز فراخ شامورت النهارده من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل. الفراخ الصغيره انا شخصيا بحبها، باكل العظمه والقرقوشه قبل اللحمه. هنعملها النهارده مشويه بالبصل المكرمل. يعني ايه البصل المكرمل؟ يعني واخد طعم الكرمله وفيه السكر. بصل خير ارضنا المصري الجميل الاحمر ده لما بيتكرمل على النار بطريقه الشيف المغازي بناخد منه السكريات والكرمله، بيشارك مع طعم الفراخ، بيكون طعمه جميل جدا. معانا رز مبهر النهارده بالفليفر والطعم العربي الجميل اللي هي البهارات العربيه، الحبهان والهيل والورق الرورو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اضافه له زبيب او جزر، ده اختياري. الاكل الحلو ده والفراخ والرز محتاجين نعمل شويه ملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل مشهوره، وهي اهم من الملوخيه الخضراء. علل ذلك يا شيف، وسبب ذلك لان الملوخيه الناشفه بتتعرض لاشعه الشمس وجمال الشمس لما بتطلع وتسطع على ارضنا الجميله. تعال نعمل شويه رز مبهر كده بطريقه لطيفه وبسيطه. الرز دايما مدرسته مدرسه واسعه، يعني مدرسه فيها افكار كتيره وافكار طهويه. رز برياني، رز بسمتي، رز عربي، رز خليجي، رز صياديه، رز بالكركب، رز بالكاري، حاجات كتيره قوي. رز اخضر، رز ملون. اما الرز المبهر والمعنى يدل على التوضيح. يعني ايه يا عم الشيف؟ مبهر يعني فيه توابل، بهارات. البهارات دي طبعا زي ما قدام حضراتكم كده شايفينها، فيها الكركم، فيها السماء، فيها البابريكا، فيها لون الزعفران الجميل، فيها الورق اللورا، وفيها الحبهان، فيها المسمار القرنفل. دي المسميات بتاعتها. ولكن الشيف المغازي كالعاده هيعمل شويه رز مبهرين حلوين قوي. هنعملهم ازاي؟ معانا بصلايه، معانا قليل من زيت الزيتون. مدرسه المغازي بتقول علشان احصل على بصله متحمره سريعا وما ضيعش وقت في المطبخ والبصلايه ما تنشفش مني، بيضيف قليل من الزبده للزيت. قليل من الزبده للزيت. ليه يا عم الشيف؟ عشان الزبده بتتحرق، فمجرد ما احط معاها معلقه زيت خلاص هي انا كده بحافظ على شخصيتها. واحط البصلايه الحلوه دي كده، وبهر البصلايه دي. الله عليك يا عم الشيف. وبهر البصلايه، ابهرها بايه وهي بتتحمر؟ هو ده الكلام. وارحم عينيا من دموع البصل، احط البهارات اللي احنا شايفينها دي كده. شايفين البهارات؟ المقادير على الشاشه. يلا، ايه الصوره الحلوه دي؟ المقادير من داخل الحله. بصله على النار، مقاليل زيت الزيتون والزبده، بهارات بتاعتنا كركم، بابريكا، قرنفل، مسمار، حبهان، كل ده مع بعض. وما ننساش الرز المصري بتاعنا، ممكن يتعمل بالرز البسمتي يا شيف، يتعمل بالرز البسمتي حسب الرغبه. هننزل بالبهارات دي كده زي الفل. ونقلب. ونستمر في التقليب لغايه لما نشم ريحه البهارات. خلي بالك تقعدي، الله، اول ما حطيت البهارات مع بصلايه على النار بدات اشم ريحه البهارات. خلي بالك، حطي في الاعتبار ان في حله ميه على النار بتغلي فيها بوكيه جرنيدي معايا كل يوم. نعمين يا نعم. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط البصلايه على النار مع الزبده والزيت بالشكل ده كده زي الفل، ومعايا في حله ميه على النار بتغلي، دي معايا كل يوم، انا مسماها حله الخير او حله الشيف. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني انت مش هتخسري حاجه لما تجيب اي حله من عندك انت مش عايزاها كتير او مش بتستخدمها كتير. بتحط فيها ميه، بتجيبي جزرايه حلوه تبشريها او تقطعيها مع بصلايه، مع فصين توم سلام او متقطعين، مع حته جنزبيل حلوه، مع عود كرفس، مع عظم فراخ موجود عندك في الثلاجه، مع عظم لحمه من عند الجزار اللي على الناصيه موجود عندك في الثلاجه، وزي ما احنا حطينا عظم الفراخ اللي كانت السلسله، والميه بتغلي على النار كده. انا وفرت عليكي مجهود كبير انك تجيبي مكسبات طعم ليس نعرف مصدرها ايه، وبنبقوا عارفين ده مصدرها فراخ، مصدرها خضار، ما احناش عارفين. فخلي الطعم من بين اصابع ايدك. هي دي اكله امي. امي الله يرحمها ويرحم كل الامهات، وربنا يبارك في كل الامهات اللي موجودين وعايشين ونستمتع بوجودهم وبدعائهم. ما كانوش يعرفوا حاجه مكسبات طعم، من صابع ايديها كده بتطلع الطعم وتسمي بسم الله. زمان شغال كده. البصلايه اتحمرت مع زيت زيتون وزبده، بدات الريحه بتاعتها تطلع. هننزل بالرز بتاعنا الجميل. واحنا شغالين كده. ده الرز. يا ويلي، الرز المصري نازل يضحك في قلب الحل. اضافه للبهارات. حلو قوي. تمام، نقلب الرز. خلي بالك
انا واثق من الموضوع لان معايا شوربه طعمها لطيف قوي على فكره، هي اللي هتضيف الطعم الحلو كمان للرز. اه شفت شويه الرز يا ويلي، هنسيب الفراخ وناكل الرز. ويا سلام بقى لو في شويه ملوخيه زي اللي هعملهم دلوقتي، الملوخيه الناشفه. مخرجنا الجميل بيسال ايه الفرق بين الملوخيه الناشفه والملوخيه الخضراء، هل الاثنين يتساوون في الطعم؟ هل الاثنين ميزان واحد في الطعم؟ كان زمان بيدونا سؤال كده في الثانويه العامه ويقول لك ايه ما الفرق بين، ونشد خط كده ونكتب مثلا ايه جمله وجمله تانية في المكان التاني ونقول الفرق بينهم. نفس الموضوع هنقول ملوخيه ناشفه وملوخيه خضراء. الملوخيه الخضراء بيبقى لونها اخضر شويه في قلب الحله بعد التسويه، حلو قوي. الملوخيه الخضراء بنتحكم في قوامها، يعني نشوفها خشنه او ناعمه نتيجه فرمها وبسركه ملوخيه تيجي تحت المخرطه. الملوخيه الخضراء ما بتتحفظش كتير في قلب الفريزر، لها وقت معين. نرجع الطعم والقيمه الغذائيه الملوخيه الخضراء اقل. نرجع للملوخيه الناشفه في الناحيه الثانيه بعد الخط، ايه هي؟ الملوخيه الناشفه بتتعرض لاشعه الشمس فقيمتها الغذائيه عاليه جدا، وخاصه شمس مصر الاصيل. رقم اتنين، الملوخيه الناشفه خير الريف المصري والصعيد المصري، بتتخزن وقت كبير في الموسم بتاعها. رقم ثلاثة، الملوخية الناشفة بنستخدمها استخدامات كتيرة، وخاصة طعم البصارة ما بيستغناش عن حفنة من الملوخية الناشفة في قلب الفول المدشوش. الملوخية الناشفة نقدر ان احنا نعملها بشوربة باردة واحنا عارفينها صيامي. شفتوا البصلاية؟ شفتوا البصلاية وحلاوة؟ شفتوا البصلاية وحلاوة؟ دي البصلاية اهي اهي بالشكل ده كده. حلوة البصلاية، خدت لون زي الفل. معايا حلة المية اللي بتغلي على النار، بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، خلي بالك. يلا شوف بعمل ايه. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده هو ده هو ده، العب يا سمك. يلا ارفع ايدك، خلاص كفاية كفاية. تمام، هنقلب الرز ده كده. واستوى الرز. اجدادنا واهالينا قالوا ايه دايما؟ اتقل على الرز لما يستوي. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف الملوخيه الناشفه من خير الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره بمناسبه عيد الشرطه وبمناسبه الايام الجميله والايام المفترجه من ماسبيرو والقناه الاولى والفضائيه المصريه. او اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. زي كل مهندس، زي كل عامل يعمل في حقله، مهندس يعمل في مصنعه، طبعا مهم جدا بيفرح بالانتاج بتاعه، والاخراج بيفرح بالانتاج بتاعه طبيعي. كمان الشيف المغازي اشتغل من بدايه الحلقه، فعايزين نشوف هو عمل ايه، هيقضيها كلامه خلاص ولا ايه بالظبط. معانا الحله، نبص كده والعدسه الجميله والصوره الجميله. الله على شويه الرز، هو ده. شفت شويه الرز في قلب الحله بيتكلم مصري. الميه نشفت، طعم البصله، العود القرفه رايح جاي، الحبهان، الورق اللورو، الطعم والجمال. تقليبه صغيره كده. والرز نصيحه مني ما يتقلبش الا لما ميته تنشف علشان ما يتكسرش منك، لان الرز بيجي في مرحله وهو بيستوي كده ما نقربش منه، قلبتيه كتير بيعجن منك وحبات الرز تتكسر. مش بيقول لك مثلا شويه الرز يبقوا مفلفلين كده ولطافه زي الفل، نتيجه التسويه اللي انا بهتم بيها، والنار تبقى هاديه على الرز. رقم حاجة، ودي مهمة جدا على فكرة، اوعى في حياتك توطي النار على الرز غير لما يغلي. وطيت النار على الرز وهو لسه ما غليش، حباية الرز هتتكسر منك والرز هيعجن منك ومش هيستوي كله. هنغطي الحلة بتاعتنا. قال فين الزبيب؟ انت كاتب في المقادير زبيب، فين الزبيب؟ شفت الإخراج وشفت التركيز؟ شيف ناسي، ناسي الزبيب. ادي الزبيب. الزبيب ده يتحط على الرز امتى يا عم الشيف؟ اتحط كده في المرحلة الأخيرة من السوى عشان نحصل على حباية الزبيب اللي هو العنب البناتي في الأصل. الزبيب المجفف ده أصله عنب بناتي. في زبيب لونه أحمر بيبقى العنب الأحمر، في زبيب باللون ده يبقى العنب الأبيض البناتي. أيهما أفضل يا مغازي؟ الزبيب اللي في إيدي ده. وغطي الحلة، بس قبل ما أغطيها بديها شقشاء مية على الوش. ليه يا عم الشيف؟ عشان الزبيب ده شخصيته تبان. لا خالص، ما انا حاطه على الوش. لا ما انا في حلو قوي السؤال ده.
الزبيب امتى بيتحط في الرز البرياني؟ اخواننا الافغان واخواننا الهنود هم اشهر حد يعملوا الرز بالزبيب والمكسرات. الزبيب ده لما بنحطه على الرز بعد الرز ما بيستوي خالص بنحط الزبيب على الوش مخلوط بالجزر ونحطه على الوش. لما نيجي نغرف بنعمل ايه؟ بنشيل الرز بشويه زبيب بشويه جزر نخليه على جنب، وكل واحد ياخد طبق نجرنشه بالخلطه بتاعه الكشنه اللي هو الزبيب والجزر. ده اصول المطبخ الافغاني، ولكن هنعمل الرز على الطريقه المصريه مع الزبيب كده مع الرز المبهر، هنغطيه ونسيبه على جنب. طيب اخبار الملوخيه الناشفه ايه؟ شفناها مع بعض. حلو، تعالوا نغرف شويه الرز بتاعنا الجميل ده كده بسرعه، نعمل لوحه فنيه كده عشان نتفرج عليها واحنا شغالين على ما نعمل شويه ملوخيه حلوين. اللهم صل على النبي. السرفيز الحلو ده كده شبه المركب اهو، اللهم صل على النبي. وشويه الرز الحلوين، نشيل الزبيب يا عم الشيف على جنب عشان يبان ان احنا صارفين، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. في طبق جانبي كده، دايما لما تيجي تحط زبيب او جزر على رز، حتى لحمه حتى فراخ، شيل الحاجه دي خليها على جنب. اللهم صل على النبي. ادي الزبيب بتاعنا مع شويه رز حلوين كده، عود القرفه ده برزنتيشن على وش الرز اهو، واخدهم كده الله اهو، واخلي شويه في قلب الرز اضربهم كده اهو، بحيث اللي هو لما ننزل بحله العب العب هو ده ادي الرز بتاعنا. شفت الرز والجمال؟ هو ده الرز. ناخد الزبيب ده نخليه كده ونشيل الحله دي كده، اللهم صل على النبي. يلا ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. ونغرف الرز ده مع بعض كده سريعا بطريقه حلوه. مخرجنا عايز يشوف الرز وهو نازل من قلب الحله يتناغم وبيتكلم مصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. ناخد الشويه دول كمان، والله هنسيب الفراخ للضيوف وناكل احنا الرز. وده كرم المصريين. انا لو قاعد على السفره هاكل الرز والله العظيم، مش هسيب حاجه منه. حلو، شويه زبيب يا دلعك يا عم الشيف، شويه الزبيب. اوبا هوبا هوبا هوبا، عود القرفه بتاعنا، عود القرفه، عينية، نعمين نعمين يا استاذتنا. زي الفل. حلو الكلام اهو، نشيل ده كده ونروق الدنيا اول باول يا عم الشيف. مهم جدا. قرنفل، عيدان القرنفل دي اساسي، والقرنفل والقرفه الاثنين في علاقه حب بينهم مع الجنزبيل، بيعلوا المناعه في الجسم وكمان بينشطوا الدوره الدمويه. حلو قوي، زي الفل تمام. نكمل مع بعض. أكلة زي دي كده بتبقى عايزة شوية حرمشة. يعني إيه حرمشة يا شيف؟ يعني إخواننا في الدول العربية دايماً بيزينوا الأكل ببيض مسلوق، ليمون كبير متقطع، موجود معانا الليمون، الحاجات اللطيفة دي. فين الليمون يا عم الشيف؟ أهو بيبقى لطيف أهو، الجو ده حلو. طيب كده الرز لوحة فنية مخرجنا زي الفل تمام.